الله وعلى بركة الله، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. نعلن البدء باحتفال تخرج الدورة النسبية العليا للبحث والتحقيق، دورة شيخ النسابين الدكتور حمود هاشم الحمداوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الحفل الكريم، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، حيا الله هذه الوجوه النيرة الطيبة والقلوب العامرة بالإيمان، أسعد الله صباحكم جميعاً. الأستاذ أمين الرابطة محمد جبر الحمداوي المحترم، أملاء فروع الرابطة في المحافظات جميعاً محترمون، السادة الأجلاء، الشيوخ الكرام، الأساتذة الأفاضل، الأخوة الإعلاميون الكرام، السادة الحضور جميعاً، كل حسب منصبه ولقبه ومكانته، حياكم وبياكم، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدئ حفلنا هذا اليوم وهو تخرج طلاب الدورة النسبية العليا للبحث والتحقيق، الدورة التاسعة، دورة شيخ النسابين الدكتور حمود هاشم الحمداوي رحمه الله. خير ما نبدأ به حفلنا هذا آية من الذكر الحكيم نستمع إليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خير ما نبدأ به حفلنا هذا آية من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الشيخ قحطان، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحمد الله حمداً يبلغ زنة عرشه ومداد كلماته وما أحصاه به علمه وما أحاط به كتابه، أن وفقنا وإياكم جميعاً أن نلتقي تحت مظلة هذه الرابطة العريقة العظيمة برجالها، ونستلهم منها كل أصول علم الأنساب من هشام إلى ابن هاشم رحمه الله. وهنيئا لكم وسام التخرج الذي يحمل اسم قامة
من قامات العراق والوطن العربي، وإجلالا وإكراما لهذه الشخصية العلمية نقف دقيقة واحدة لقراءة سورة الفاتحة على روحه الطاهرة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. أحسنت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.